بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اليوم أوجه تحية إكبار وإجلال لأولئك الذين يرفعون شعار الإسلام، لأولئك الذين رغم توقف الجمع والجمعات وتوقف العمرات ينادون فوق المآذن ويكبرون برفع الآذان للصلوات، أولئك المؤذنون الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، أولئك الذين يشهد لهم كل من سمع نداءهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسمع صدى صوت المؤذن جن أو إنس أو شيء إلا شهد له يوم القيامة، لذلك تكون أعناقهم طويلة غدا يوم القيامة مشرئبة إلى رحمة الله عز وجل، تكون أعناقهم طويلة حين يصل العرق إلى الحلاقم، حين يصل العرق إلى أعناق الناس، فينجو هؤلاء المؤذنون الذين كانوا يذكرون الله عز وجل في الملأ. ففي الحديث القدسي: من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. هؤلاء الذين يحملون شعار الإسلام في أيام الحجر الصحي هاته، في أيام البلاء، يستشفع بندائهم، يستشفع بعملهم، ويشهد لهم يوم القيامة. هم سادة، فمعنى طول العنق عند العرب السيادة، فهم سادة وقادة. ولقد تنازع بعض العلماء في الترجيح بين فضل الإمام وفضل المؤذن، فبعضهم رجح فضل المؤذن على فضل الإمام، وهم يشتركون مع سيدنا إبراهيم أول من أذن في الأرض، وسيدنا جبريل أول من أذن في السماء، وسيدنا بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعم الشرف ونعم الميزة. وقد خصهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء، إذ قال صلى الله عليه وسلم: اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. نسأل الله عز وجل لنا وللمسلمين العفو والعافية والمغفرة. رمضان مبارك سعيد، وتقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.